عمرو ما جافر ده فاهمني هاني انه بيعمل اللي محدش بيعرف يعمله وبتاع. جريء ومش جريء. تجربة مختلفة تماما تماما. ومدين ده مش برنامج. الكلام معلوش فلوس. لا لا لا. قلت عليك والله. برنامج ده بالذات بالنسبة لي أنا حاجة مهمة جدا. قول زي ما أنت عايز يا مان. يا عم ماكجايفر. هو ده بقى اللي أنا عايز أتعلمه النهاردة بقى. عمرو كلمني الصبح قال لي يلا عندنا ميشن. ده الستارت بتاعنا. بتاخد العربية الأول من هنا. تبدأ ماشي تراك ده كده بتخش شمال بتعدي النفق ده كله لما تدخل هنا هلا اشرح لك بقى ايه اللي هيحصل. واو واو بجد بجد احب انا بقى ايه الناس اللي جايه سخنه قوي دي بس متحمس يلا بينا يلا بينا. انا نفسي كنت متوقع الثلاث ارباع اللي انا عملته النهارده. انت هتبقى البنت الوحيده في التيم. ها كل مرة بعمل حاجة بتبقى قلقان منها مثلا عايز اعملها تاني. ده كان جامد قوي بقى. هو مش مركز في اي حاجة غير المكان اللي هو رايح له. والله ادرينالين فعلا صح. البرنامج اسمه على مسمى